بالنسبه للشعر فاحسن وصفه لتساقط الشعر غناخذوا 3 المعالق كبار ديال الفرشي مطحون، يعني داك الغطاء اللي كيكون كيغطي الشجره ديال البلوط، 3 المعالق كبار من الفرشي مطحون، 3 المعالق كبار ديال الحريقه حرشه، ومعلقه كبيره ديال الخزامه. اذا نعاود، 3 المعالق كبار ديال الفرشي مطحون، 3 المعالق كبار ديال الحريقه حرشه، ومعلقه كبيره ديال الخزامه. نخلطوهم، نغليهم في طرو ديال الماء، ثم من بعد ما نغسلوا شعرنا نشللو بهم بهذا الماء هذا الشعر ديالنا، نخليه مده ديال 30 دقيقه، ثم نعاودو نشللو فوق منه بالماء. بالنسبه للشعر اللي كيعاني من الضعف، ما كيكونش قوي، كيكون جاف، يعني جميع التضررات اللي كتصيبنا الشعر، فهذه واحد جوج وصفات اللي كيرجعوا لنا الحيويه ديالو. اذا غادي نوضعوا اللبن، غناخذوا اللبن وغنوضعوا وندفيوه شويه، وغندهنوا به الجلده ديال راسنا والراس ديالنا، ونغطيوه بواحد الفوطه، نخليوه مده ديال 20 دقيقه، ثم نغسلوه بالماء ديال لاموطارد. كيفاش كان الخردل؟ اذا كيفاش كنحضروا هذا الماء ديال الخردل؟ كناخذوا معلقه كبيره ديال الخردل، كنديروها في جوج لترو ديال الماء، وكنطبخوها. ملي كتطبخ كنصفيو هذاك الماء. اذا من بعد ما كنوضعوا اللبن على الراس ديالنا وكنخليوه مده ديال 20 دقيقه، كنغطيوه بفوطه، كنحيدوا ديك الفوطه، وكنعاودوا نغسلوا راسنا بهذا الماء هذا اللي ديال لاموطارد. ديك الفوطه دكتور، ديك الفوطه اللي دارت السيده على راسها، واش كتكون فوطه سخونه؟ لا، فوطه عاديه. اذا هذاك اللبن تسدلك به شعرها وتربط وتجمع شعرها راسها بالفوطه، خليه ثلث ساعه. نعم. في انتظار داك الشيء، هذاك الخردل راه كتغليه مع الماء. نعم. وتصفي ديك الماء وبيه تعاود تغسل ديك اللبن. تعاود تغسل هذاك اللبن، عاد تخليه واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق، ثم تغسل الشعر ديالها بالشامبوان عادي. نعم. فهو جد مفيد للبشره. مساله اخرى، اننا كناخذوا معلقه، بالنسبه للوصفه الثانيه كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الجمره، راه كتكون في المعشابات، زائد معلقه كبيره ديال زيت الخروع. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال زيت الجمره، زائد معلقه كبيره ديال زيت الخروع. نخلطوهم، ندهنوا بهم الجلده ديال الشعر ديالنا وشعرنا، ونخليهم مده ديال 40 دقيقه، ثم نغسلوه. بالنسبه للمشكل ديال جلده الراس اللي كيكون عندنا المشكل ديال الفطريات، فغناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال الكركادي، معلقه كبيره ديال قشور البرتقال، 5 ديال العظومه ديال البرقوق يابس، ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال الكركادي، معلقه كبيره ديال قشور البرتقال، 5 ديال العظومه ديال البرقوق يابس، ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. غنغليو هذا الخليط هذا في طرو ديال الماء، ثم هذاك الماء اللي كنحصلوا عليه كنشللوا به شعرنا، من بعد ما كنغسلوه بالشامبوان كنخليوه مده ديال نص ساعه، ثم كنغسلوا شعرنا. باش ما نساوش المستمعه اللي هضرات لنا على تكبير الصدر، فغنديروا معلقه كبيره ديال زيت الهنديه، معلقه كبيره ديال زيت ارغال الجميل، ومعلقه صغيره ديال زيت السلميه، كنديروا بها واحد المساج دائري على الصدر ديالنا مده ديال 3 ايام. واخر وصفه اللي هي ديال الطفيليات اللي كيكونوا عندنا في الكرش السينتا ودوك الدويدات، كناخذوا 5 ديال الشريحات، كناخذوا 5 الشريحات، كنزيدوا عليهم 15 الحبه ديال القلب ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء، الزريعه البيضاء كما كنقولوا، غناخذوا 15 الحبه من القلب ديالها، زائد 5 ديال الشريحات، كنعجنوهم مزيان، وكناخذوهم مع الصباح على الريق، وما كناكلوش حتى كتفوت ساعه، عاد كيمكننا ناكلوا. هذه العمليه كنديروها كلنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.